مساء الخير على حضراتكم جميعا. بشكر استاذي دكتور عماد بيه الجمل ودكتور امير عيد على دعوتهم الكريمه ان ابقى مع حضراتكم النهارده، واستاذتي دكتور نجوى هنام علوان على التقديم الجميل. النهارده هي فكره جديده شويه، هنتكلم عن السورياتيك سكين اوبتكس، من حيث ازاي الضوء بيقدر يخترق الجلد عامه، وازاي يقدر يعمل ده في الصدفيه، وده يفرق معانا ازاي في التشخيص ويفرق معانا ازاي في العلاج. انا في اتنين سب سبيشاليتيز بركز فيهم اكتر في الشغل، الليزر البي اتش دي ديجري بتاعتي والدرماسكوبي والكيتينيوس ايمجينج، ومن هنا جت الفكره اللي ان شاء الله تبقى مفيده مع العرض. ما عنديش ديسكلوجرز النهارده. السورايسس طبعا كل الاشكال المختلفه اللي حضراتكم عارفينها، وده بيؤدي ان احنا نتبع الجايد لاينز عشان نحط individualized تيلر تريتمنت لكل بيشنت. اللايت اوبتكس بتعتمد على ان في ضوء بينزل جوه الجلد، سواء الضوء ده بهدف تشخيصي او بهدف علاجي او حتى بدون اي هدف. الضوء ده الجلد هيتعامل معاه ازاي؟ بيزيكالي كده، يا اما هيحصل ابزوربشن، وده اللي بنعتمد عليه في الليزر، ان الليزر يدخل اللايت على تارجت معين يمتصه فيحصل ايفكت من خلال الابزوربشن، يا اما مش هيشوفه مش هيحس بيه فيحصل ترانسميشن هيعدي فيه ويكمل، يا اما هيدخل فيه ويحصل له سكاترينج يعني يتبعثر، او يحصل له ريفلكشن من على السيرفس. ده بيزيكالي سبيكينج الفيزيكس. طب جوه الجلد هيبتدي الانسيدنت لايت اللي هو اللي باين عندنا في الاول هنا فوق على الشمال، هينزل ممكن جزء منه او مش ممكن، هو اكيد جزء منه هينعكس من على السيرفس والباقي هيعدي. اللي هيعدي ده جزء هيبتدي يبقى ابزوربد بكروموفورز جوه الجلد اللي هم مينلي الهيموجلوبين والميلانين، والنهارده في السورايسس هيهمنا اكتر الهيموجلوبين طبعا، ويبتدي بينتريت للايرز تحت، وكل ما ينزل جزء يحصل له ابزوربشن وجزء يحصل له سكاترينج وريفلكشن، لدرجه ان كمان في الفات بيحصل ابزوربشن، ودي فكره الليزر اسيستد لايبوليسيس. طبعا ده الابزوربشن كوفيشنت والكيرف بتاع الكروموفورز الاساسيه اللي موجوده في الجلد، الهيموجلوبين والميلانين والووتر، وبالنسبه لنا النهارده التعامل مع الووتر والهيموجلوبين هو الاهم في التعامل مع كيسز اوف سورايسيس. طبعا كلما زاد الويف لينث بتاع الضوء اللي نازل هيقدر يبنتريت ديبر، بس ده وذن حاجه اسمها الاوبتيكال ويندو اللي هو ما بين الالترا فايولت لغايه المكان اللي الووتر بيبقى ليها الابر هاند في الابزوربشن، فما فيش اي لايت هيقدر ينزل تحت الليفل اوف ووتر اللي هو موجود في كل الخلايا من اول الكورنيوسايتس. القصه ابتدت طبعا بالثيوري اوف اندرسون اند باريش والبيبر اللي اتنشرت من 39 سنه دلوقتي عن الاوبتكس اوف هيومن سكين، وهتلاقوا حضراتكم نفس الكلام اللي قلته مرسوم في الرسمه هنا. وهنا لو تاخدوا بالكم معتمد على ان الستراتم كورنيا الثيكنس بتاعه حوالي 10 مايكرومتر والابيديرمس حوالي 100 مايكرومتر. وهو بينشر بيبر دي من 39 سنه لقى ان في فرق ما بين الكاوكيجنز والداركر سكين فوتوتايبس. وابتدت البيبرز تتكلم اكتر على الفروق في الابزوربشن، فهيختلف معاها الايفكت بتاع اللايت على السكين، ومن هنا هيبتدي الدبث اوف بنتريشن بتاع كل ويف لينث يختلف لجوه، وهنشوف دلوقتي ده يفرق معانا ازاي. هيفرق معانا في ان الجلد السليم اللي على الشمال فيرسس السورايسس على اليمين، او في صوره الباثولوجي السليم فوق والسورايسس تحت، عندي ثيكنس اوف كيراتين اكتر في السورايسس هتؤدي الى مور ريفلكشن، فذيرفور لو هستخدم حاجه دايجنوستيك او ثيرابيوتيك لازم اقلل الريفلكشن اللي على السيرفس من الكيراتين الزياده عن طريق ان احط فلويد او جل يبقى ترانسبيرنت، فيعمل انه يقلل الريفراكتور اندكس الفرق ما بين الهواء وما بين السوليد اللي هو الجلد من خلال الفلويد اللي في النص، فيقدر ينكسر بسهوله اكتر ويخترق جوه الجلد اكتر. طب هيخترق لغايه فين؟ حسب الويف لينث بتاعته، ومش حسب الويف لينث بس، حسب الثيكنس اوف ليجن اللي حاصل قدامنا. ما انا ما عنديش هايبر كيراتوزيس بس، انا عندي كمان في اكنثوزيس بيحصل، كل ده هيفرق معايا هقدر اوصل لدبث عامل ازاي عشان اقدر اقول هشوف الاستراكشر اللي انا بدور عليه ولا هعمل ايفكت في الاستراكشر اللي انا بهاجمه علشان اقدر اعالج. فهو ده بيزيكالي الكونسبت اللي بنتكلم عليه، مش مجرد بس فرق بين جلد سليم وجلد فيه سورايسس، لا كمان السكين فوتوتايبس هتفرق،
لان الداركر سكين فوتوتايبس اللي على الشمال بالميلانوزومز الكتيره اللي موجوده فيها ميلانين اكتر، كروموفور اكتر، يمتص ضوء اكتر فيقلل كمان البنتريشن. فذيرفور لما استخدم حاجه في فيرست سكين فوتوتايب غير لما هستخدمها في داركر سكين فوتوتايب. وطبعا الفروقات كتيره مش مجرد بس في الميلانين ما بين الديفرنت اثنيسز او الريسز. وتو سامر اب هنلاقي ده ريفيو منشور بقاله تقريبا ربع قرن عن الميلانوزومز، الفراكشن اوف ميلانوزومز من التوتال فوليوم اوف سكين. فهنلاقي في اول سطر هنا ان اللاين سكين انفيدوالز الفراكشن بتاع الميلانوزوم من التوتال سكين حاجه بسيطه، وكلما اغمق الجلد كلما زاد الايه الفوليوم اوف ميلانوزومز، يعني كروموفور اكتر يعني امتصاص اكتر. ونفس الكلام ده بيبتدي ينطبق ويتطبق على كل بقى الويف لانثس اللي ممكن تبنتريت جوه الجلد. طب الابزوربشن هيحصل منين؟ ميلانين وهيموجلوبين مينلي. بروبورشنت لحجم الميلانين وحجم البلد، يعني لو في فازو دايلاتيشن هيمتص كمان اكتر. وطبعا كده كده في سكين ابزوربشن لازم بيحصل. طب السكاترنج هيحصل منين؟ في الابيديرمس من الكيراتين سورايسس فيها اورثوكيراتوزس وهايبركيراتوزس. خد بالك سكاترنج عالي لو عايز تدايجنوز ممكن الضوء ما يعرفش يعدي من كتر الكيراتين، لو عايز تعالج ممكن الضوء ما يعرفش يعدي من كتر الكيراتين. علشان كده مهم وهقوله في اخر سلايد التوبيكال ثيرابي مع الحاجات اللي هنا علشان اقلل الهايبركيراتينايزيشن فالضوء يعرف يعدي فيديني النتيجه اللي انا بدور عليها سواء دايجنوستيك او ثيرابيوتيك. وطبعا لما ننزل تحت الديرمز كمان الكولاجين فايبرز بيحصل منها سكاترينج. طبعا في الادلت سكين في انديفيدوال وسايت فاريشنز كمان. ده كان الجزء الاول من المقدمه بتاعه المحاضره. طب ازاي بقى هيفرق معايا في الدايجنوزس؟ هيفرق بالحاجات اللي احنا عارفينها، ان انا عندي وسائل كتيره دلوقتي بعمل بيها نون انفيزيف دايجنوزس باستخدام اللايت. الوسائل دي منها حاجات بقت بتستخدم كتالي اسسمنت بالكاميرا العاديه، ومنها حاجات تانية كمان ليها سب سيرفيس بنتريشن تحت الجلد فبتبين لي ستراكشرز موجوده زي الدرموسكوبي والليزر كونفوكال مايكروسكوبي الاو سي تي والسبكتروفوتوماتريك اناليسيس الالترا ساوند وكمان الليزر دوبلر. طبعا دي الكاميرات وممكن استخدمها ازاي مش هنضيع وقت في التفاصيل. دي يونت التصوير عندنا في المستشفى وده يعني ديمو انا كنت عامله عشان ابين البوزيشنز اللي بنتصور فيها وبنشوف كمان السورياتيك ليجنز نقدر نعمل كومباريزون بيفور اند افتر والجهاز كمان بيقدر يحسب الباسي سكور بشكل اوتوميتد ونقدر نعمل عليه مانيوال كوركشن. سب سيرفيس ايمجينج بالاجهزه اللي قلنا عليها الدرموسكوبي. يبقى اول حاجه اعملها في الدرموسكوبي ايه علشان اقلل السيرفيس كيراتين؟ هحط فلويد علشان يقدر الضوء يعدي لتحت. تاني تيب ايه؟ مش هعمل كومبريشن علشان ما اضغطش على البلاد فيسلز فيحصل لها بلانشنج، اعرف اشوفها بعيني كويس. طبعا شكل البلاد فيسلز موجود ازاي واحنا عارفين ان السورايسس هيبان شكلها عامل ازاي بالدرموسكوبي واقدر افرقها من بقيه البابيلو سكويمس ديس اوردرز. وكمان كلما كبرت كلما بان لي البلاد فيسلز بديتيلز اعلى واقدر كمان اشوف الايرلي ريسبونس تو بايولوجكس بالدرموسكوبي من خلال البلاد فيسلز الحمراء اللي على الشمال بتتحول الى ثرومبوز بلاد فيسلز مع الايرلي ريسبونس تو بايولوجيكال تريتمنت. وطبعا في الفولو اب والبريدكشن اوف ريكيرنس الاي اي دخل وبيساعد كمان كتير جدا. وطبعا ده الويب سايت اوف انترناشونال درموسكوبي سوسايتي ويلكم تو جوين فور فري سورسز كتيره للتعليم. الليزر كونفوكال مايكروسكوبي اللي سمع عنه هو بيستخدم دايود ليزر بالشكل اللي قدام حضراتكم ده شايفين حاطط ايه؟ ترانسبيرنت جل. ليه؟ يساعد البنتريشن لجوه عشان هو يقدر يدخل لعمق 2 مللي جوه الجلد بالدايود ليزر لان هو 800 ل 830 نانومتر بيحصل له سبليتنج جزء ينزل للجلد ويقدر يديني صور زي المالتي سلايس سي تي على ديفرنت ليفلز جوه الجلد فاقدر اساس كل حاجه بتحصل فبيسموها اوبتيكال بايوبسي ان فيفو. الجهاز الحلو منه سعره بسيط حوالي 160 ألف يورو بس فهو مش موجود في مصر لغايه دلوقتي. وادي فرق السيرفس اوف ذا سكين شايفين السكين ماركينجز على اليمين في النورمال سكين باينه على الشمال مش باينه. ندخل تحت شويه هلاقي الارينجمنت اوف كراتينوسايتس شكله كويس جدا على اليمين انما على الشمال هيزي وارريجولر نتيجه الاكانثوزس اللي حاصل. كمان في السبكتروفوتوماتريك اناليسيس بيستخدم اكتر من ويف لينث فيعمل لي حاجه اسمها بارامتريك مابس من ضمنها الكونتنت اوف هيموجلوبين وفي منه اكتر من نوع. كيتينيوس الترا ساوند
الهاي فريكوانسي بالذات مع الهاي ديفينيشن مع استخدام الكونترست، وده في عيان سورايسس بيقدر يقول لي الفاسكولار بيد اللي موجود عامل ازاي، ريتش زياده، ايه الاخبار، ابتدينا ريسبوند للتريتمنت، اقدر ابريدكت الريسبونس بتاع البيشنت هيبقى عامل ازاي. وكذلك الاو سي تي اللي هو الاوبتيكال كوهيرنس توموجرافي، مشهور جدا في الرمد بس مش مشهور قوي في الجلد، بنفس الطريقه بس بيستخدم لايت بدل الاكوستيك ويفز بتاعه الالترا ساوند، وبرضه بالكونترست اهو سورايتك نيل بيفور اند افتر، واظن باين فرق الفاسكولاريتي ما بين الصوره اللي فوق في السورايتك نيل وتحت في اللي ما فيهاش سورايسس. طبعا الايمجز اوف سورايتك ليجنز برضه ممكن تبان بنفس الطريقه. الجديد كمان الليزر دوبلر، وشايفين ريسبونس تو تريتمنت بالكونترست اللي باين في الصور لغايه 8 ويكس افتر تريتمنت. وكمان في لقوا ان في اوتو فلوريسنس بيحصل للسورياتيك ليجنز نتيجه البورفرين اللي بيبقى موجود فيها، وده ممكن يستخدم في الدياجنوزس بالوودز لايت او كمان في الاكس فيفو اسسمنت. طب ده كان الدياجنوزس، وات اباوت التريتمنت؟ لما نتكلم على اللايت ان تريتمنت اوف سورايسس هسترجع الكام صوره اللي قلتهم في الاول، البنتريشن، الكروموفورز، الفرق بين الجلد السليم والمصاب، والفرق بين الجلد الفاتح والغامق، لان ده اللي هيفرق معايا في اختيار الوسيله والدوز اللي هبتدي استخدمها. اول حاجه ولازم نتكلم عليها هي الفوتوثيرابي طبعا، واول ما يخطر لبالنا اليو في اي فيرسس اليو في بي، الفوتوديناميك ثيرابي والاكسايمر ليزر. انما اكشلي هو في اكتر من كده بكتير، عندنا كمان الريد لايت والبلو لايت واللايت ايميتنج دايودز، وكمان في اللو ليفل ليزر ثيرابي هنتكلم عليه لانه ابتدى يبقى موجود بشكل بسيط. كل الحاجات دي الريفيو اللي موجود قدام حضراتكم ده بيتقول كل حاجه منهم الويف لينث بتاعها قد ايه، الافضل في انهي نوع من انواع السكين ليجنز، وهناخد بالنا اللي اتكلمنا عليهم دلوقتي مينلي بيستخدموا في السكين ليجنز نفسهم وليس النيل انفولفمنت، علشان الثيكنس اوف ذا نيل هيهايندر البنتريشن، لان هنا بنتكلم على حاجات في ال 300 نانومتر مش هتقدر تبنتريت النيل بشكل قوي قوي. طبعا كومباريزنز كتير اتعملت ما بين البوفا وما بين اليو في بي، بوفا يوجوالي بتجيب ريزلت اكتر، سايد افكتس اكتر برضه في نفس الوقت، وبعض الاستاديز قالت الاكسايمر ممكن يجيب نفس الايفكت بتاعه البوفا. الفوتوديناميك ثيرابي في اللوكالايزد ليجنز كل استاديز بتقول ان هو ممكن يجيب نتيجه بس مش احسن حاجه، والبين بيبقى عالي، فعلشان كده ابتدى يبقى في كلام على اذر فوتو سنسيتايزرز ممكن تجيب نتيجه كويسه ببين اقل من الامين لافيلانيك اسيد، زي مثلا الميثيلين بلو الرخيص والمتوفر، بس مشكلته انه هيبقى مبطش العيان ازرق لمده شويه بعد الجلسه. بالنسبه للليزرز بيفضل ان هي تبقى نيل انفولفمنت اكتر من السكن، لان البنتريشن بتاعها هيبقى ديبر انتو ذا سكن. وطبعا لازم نتكلم اول حاجه على البالس داي ليزر، يلي الاندياج والاي بي ال والدايود والالكس. كمان اتشرف طبعا ان كنت جزء من البيبر المنشوره قدام حضراتكم، وكانت جزء من رساله الدكتوره هناء عبد العال في البي اتش دي عن البالس داي ليزر فيرسس الانترليجنال ستيرويد. كلنا بنستخدم الانترليجنال ستيرويد في علاج النيلز، فلما اجي اقارن حاجه بقارن بحاجه ستاندرد نتائجها واضحه، ولقينا ان النتائج ما بين الاثنين، على الشمال نتائج البالس داي وعلى اليمين نتائج الانترليجنال ستيرويد بالدرموسكوبي والاسسمنت، ان ما فيش ستاتستيكال ديفرنس في النتيجه ما بين الاثنين، وذر كلينيكال او بالنابسي او بالدي نابسي اللي هو الدرموسكوبيك نابسي سكور. برضو عند المقارنة بالأندياج بالبالس داي ليزر لقوا إن الأندياج ممكن يجيب نفس النتيجة بس البين أعلى، ما تقدرش تعمل سيكونس أوف باسز بسرعة ورا بعض، لأن الديبر بنتريشن والأوفر هيتنج اللي بيحصل في النيل باد بيبقى بينفول بالنسبة للبيشنتس. نفس الكلام الـ IPL، ودي بيبر نشرها أستاذتي دكتور عبير عطية عن ان ازاي الاي بي ال برضه ممكن يستخدم، وهنا هنستخدم الفلتر اللي يقلاو اللونجر ويف لانثس ان هي تبقى موجوده معايا علشان تقدر تبنتريت النيل باد بشكل سليم. وادي البيبر بتاعت اللو ليفل ليزر ثيرابي، في بدايه كلام هيكمل مش هيكمل، هنشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. واخيرا ما ننساش التوبيكال ثيرابي، الحاجه اللي كلنا دايما بنستخدمها، كلهم لو حضرتك بصيت عليهم هتلاقيهم بيحسنوا الهايبر بروليفريشن، بيقللوا الثيكنس اوف الكيراتين لاير، فهيساعد كل الضوء اللي انا عمال اتكلم عليه ده انه يبنتريت ديبر، وذر لدايجنوستيك او لثيرابيوتيك انديكيشنز. وبكده ابقى انا خلصت المحاضره، وشكرا جزيلا لحضراتكم.